السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد، بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق، بالبينات والنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. وبعد، لبثت ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا، أشكو إليك هموما، أشكو إليك أحزانا أنت تعلمها، ما لي إلى حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك، يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. وبعد، قبل أن نبدأ هذه القصة المؤثرة، يعني أرجو لكل من لم يشترك في القناة ووصله هذا المقطع يشترك في القناة أولا، ويفعل زر الجرس، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يتعاونون على البر والتقوى، إنه ولي ذلك ومولاه، وهو على كل شيء قدير. هذه القصة يعني ربما لم تخطر لكم على بال. رجل عندنا في البلد يعمل صياد، يصطاد سمك في البحيرة. هذا الرجل كان من طبيعته على طوال اليوم، وهذا الرجل حتى تعلمون بأنه لا يقرأ ولا يكتب، لأن الكثير يظن أن الذي ليس معه شهادات ولم يتعلم هذا الرجل يعني متأخر، ليس متحضرا، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، فهذا الرجل رجل على الفطرة السليمة. فباختصار شديد حتى لا أطيل عليكم، هذا الرجل الصياد رجل بسيط جدا جدا، كان من عادته وهو في البحر الذي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يعني مسألة الصيد في البحر يعني تعلم الإنسان الصبر، لأنه عمل شاق. يعني من صبر واحتسب وتأمل في الآيات المرئية في البحيرة دائما يكون شاكرا لله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. طيب، الرجل ده كان بيعمل إيه وإيه قصته؟ خليكم معي. الرجل ده كان وهو في عمله طوال النهار لا يفطر لسانه وقلبه عن الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. كنت إن اقتربت منه لن تسمع منه إلا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. دي شغلانته في الليل وفي النهار، لا يفطر عن هذا العمل الجميل. وهذا العمل الجميل اعلم بأنه يفرج الكربات بل ويكفر السيئات، وهذا العمل الجميل ألا وهو الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي أن الله تبارك وتعالى بدأ بنفسه أولا في هذا العمل، كيف ذلك؟ قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا الرجل كان من دأبه في الليل والنهار يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي يوم من الأيام عنده بنية بنت أكرمها الله وأقبلت على الزواج. فيعني هذه القصة من فترة، فسبحان الله هذا الرجل يعني المال معه قل جدا ولم يكتمل ان هو يجيب الكساوي الكسوة بتاع بنته. فيعني سبحان الله تعمد في هذا اليوم ان يزيد في الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونام وهو مهموم، ولكن كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نام محزونا وهو كان في أمس الحاجة إلى 1000 جنيه، لا أقول 10,000 ولا 20,000، في 1000 جنيه شيل هم كل، سبحان الله إن هو ربنا يكرمه ب1000 جنيه يدفعه في زواج هذه البنية. فباختصار شديد نام، فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرؤيا وهو نائم. وطبعا الكلام ده ما ينفعش فيه أزود فيه من عندي أو أنقص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، ثم قال له: يا فلان باسمه، اذهب إلى فلان في الشارع الفلاني، وهو أيضا عندنا في البلدة، اذهب إلى فلان في الشارع الفلاني. وسبحان الله يعني كان أول خطبة أنا صعدته على المنبر كان هذا الرجل الصالح اللي هو النبي عليه السلام قال للرجل المحتاج اذهب إليه. كان يعني المسجد لم يأتي إليه الخطيب، فوجدوني داخل إلى المسجد، قال لي: اطلع يا أحمد أخطب. قلت له: بس لسه ما خطبتش ولا خطبة على المنبر. قال لي: اطلع وأنا هدعي لك. فسبحان الله كان من أفضل الخطب عندي بسبب دعاء هذا الرجل، لأننا ما رأينا منه إلا الصلاح، وما رأينا منه إلا الإنفاق، وما رأينا منه إلا إطعام الطعام. يبقى النبي عليه السلام قال للرجل اللي هو المحتاج ال1000 جنيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب إلى فلان وقل له النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليك ويقول لك: أريد منك 1000 جنيه. فسبحان الله العظيم ذهب إليه وقال له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله أنا جاي لك الموضوع مهم جدا. قال: وما ذاك؟ يعني قال له: أنت محتاج إيه؟ بس كلمة وما ذاك دي من عندي عشان أكون أمين في النقل. قال له: ماذا تريد؟ أنت محتاج إيه؟ قال له: والله النبي عليه السلام أتاني في الرؤيا في هذه الليلة وقال: اذهب إلى فلان وقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليك ويقول لك: أعطيني 1000 جنيه. قال له: ماذا تقول؟ أنت بتقول أه؟ قال له: النبي عليه السلام يقول لك: اعطيني 1000 جنيه. قال له: بتقول أه؟ كرر هذه المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، فسكت. فعم الحج أعرفه جيدا رحمه الله، وكنت يعني سبحان الله كان في كل جمعة في يوم الجمعة يأتي بإطعام الطعام لأهل الخير، يقول لهم: تعالوا اتعشوا معايا، وكان يكرم الناس دائما. فسبحان الله دخل جوه وقام جايب له 5000 جنيه، وقال له: والله لو كنت قعدت تقول 6 7 10 20 انا كنت زودتك، لان ده شرف ليا ان النبي عليه السلام يذكر اسمي. فيعني حتى لو اطيل عليكم اكثر من هذا، الصلاه على النبي عليه السلام تفرج الكربات وتزيل الهموم وتزيل الغموم وتزيل الاحزان. فهذه وصيه لي منكم، هذه وصية مني إليكم، أقصد وصية مني إليكم، أن تكثروا من الصلاة والسلام، فبهذه الصلاة تفرج الكربات عنا أجمعين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.